صراحة إدك كل سنة يبهرنا بشيء جديد، وهذا حضوري تقريبا السنة 15 في إدك. في كل سنة نشوف شيء جديد، شيء متطور، شيء يبهرنا احنا كأطباء أسنان، ويبهر الحضور من جميع أنحاء العالم كذلك. نحن نطمح لأن يكون إدك للسنوات القادمة من أفضل المعارض على مستوى العالم إن شاء الله.